أقرت كينيا قانونا يحظر صنع وبيع واستخدام الأكياس البلاستيكية في البلاد وفرض عقوبة تبدأ من 19,000 دولار وتصل إلى 38,000، وقد تصل العقوبة للسجن 4 سنوات. ويعد هذا القانون أشد القوانين التي اتخذت في هذا المجال على مستوى العالم. والآن مشاهدينا فاصل ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.